يا اهلا بالكباتن. فيلمنا بيحكي قصة 5 اشخاص بدأوا يشتغلوا شغلانة مربحة، لكن لقوا نفسهم متورطين ومحبوسين في مكان، وتم اجبارهم على انهم يلعبوا لعبة مميتة. لكن يا ترى مين اللي هيفوز وهياخد الجايزة في الاخر؟ ده اللي هنشوفه من خلال احداث فيلمنا، وهو فيلم الاثارة الياباني The Inside Mill. لكن قبل ما نبدأ صلي على سيدنا محمد، ولو انت لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جاية. الفيلم بيبدأ بشاب اسمه يوكي، كان بيبص على مجلة علشان يدور على شغل، لكن كان حاسس بيأس شديد لان كل الشغلانات اللي كانت متوافقة مع قدراته العائد بتاعها قليل جدا. بعد كده بنت اسمها شوكو قربت منه وكانت حاسة انه مرتبك، لكن لاحظت انه بيدور على شغل، ومن هنا شوكو عرضت على يوكي شغل مقابل 1200 دولار في الساعة، وده من غير ما يكون عنده اي خبرات او اي مؤهلات. طبعا يوكي كان محتاج للفلوس، وكمان ما كانش عنده اي مهارات خاصة، وفورا وافق على الوظيفة. يوكي وعشر اشخاص تانيين راحوا على مؤسسة بيتم فيها اجراء تجارب. المؤسسة دي بتجمع بيانات نفسية من 10 اشخاص علشان دراسة سرية لمدة 7 ايام، وهناك واحد بدأ يكلمهم في المايك وقال لهم يحطوا كل حاجتهم في الدواليب، وبعدين اخدوهم على مكان تحت الارض، ولما وصلوا لقوا اوضة فيها ترابيزة كبيرة، والباب الوحيد اللي كان هو باب الدخول والخروج اتقفل بشكل اوتوماتيكي، وبدأ العشر اشخاص يستكشفوا الاوضة دي. شوية منهم لاحظوا ان في شاشة على الحيطة ظاهر عليها الوقت المتبقي لمدة 7 ايام اللي جايين، لكن ما كانوش فاهمين الشاشة التانية اللي كان ظاهر عليها 3 ارقام بس بيتغيروا باستمرار دي بتعبر عن ايه. وبعدين شوية تانيين كانوا بيبصوا على الترابيزة اللي كانت عليها اكل كتير، ومش بس كده، ده كمان على الترابيزة كان في تماثيل صغيرة لابسة ملابس هندية. بعد كده العشر اشخاص قرروا انهم ياكلوا مع بعض وبعدين يتعرفوا على بعض. كان في راجل اسمه اوساكا، ده دخل المكان مع خطيبته وكانا، وكمان كان في شاب اسمه ماكي وبنت شعرها طويل اسمها مايا، بالاضافه ليوكي وشوكو وراجل كمان لابس نظارات اسمه الواي، وست في منتصف العمر اسمها فوتشي، وراجل عجوز اسمه اندو، وراجل اسمه نيشينو. بعد ما الكل اتعرفوا على بعض واحد من التماثيل الصغيره بدا يتكلم ويرحب بيهم في البيت ده اللي اسمه بارانويا. بعد كده ظهر روبوت مربوط في السقف وبدا يشرح القواعد اللي لازم الكل يلتزم بيها وهم جوه بارانويا خلال ال7 ايام. اول حاجه ان كل المشتركين لازم يدخلوا اوضتهم قبل الساعه 10 بالليل. تاني حاجه لو حصلت اي جريمه لازم المشاركين يحلوا اللغز ويلاقوا المذنب، واللي يحلها يكون اسمه المحقق. لما المحقق يقول على المذنب المشاركين التانيين من حقهم يوافقوا او ما يوافقوش على قرار المحقق. لو كان رأي الاغلبية انهم متفقين مع المحقق الروبوت هياخد المذنب للسجن. اللعبة هتنتهي خلال 7 ايام، وساعتها هيكون في 2 مشاركين بس هما اللي فاضلين. بعد كده الطلب من المشاركين انهم ياخدوا بطاقات عليها ارقام من 1 ل10 علشان كل واحد يعرف اوضته. لما المشاركين خلصوا اكل نيتشو راح لفوتشي اللي كانت في المطبخ مع مايا. نيشينو قال لها ان شكلها شبه المسؤولة عن المدرسة اللي اساءت استغلال الطلاب وظهرت في الاخبار مؤخرا. فوتشي انتقدت كل الاتهامات وكانت متضايقة جدا. في نفس الوقت المشاركين التانيين لقوا صندوق فيه ادوات عادة بيستخدمها المحققين علشان يحلوا القضايا اللي فيها جرائم، وكمان لقوا أرفف مليانة بقصص المحققين حول العالم. بعد كده سمعوا امر لكل المشاركين انهم يتوجهوا مباشرة لوضعهم، لان الساعة بقت 10 بالليل. يوكي وشوكو سلموا على بعض قبل ما كل واحد يدخل اوضته. يوكي ادرك ان باب اوضته ما فيهوش قفل وان في صندوق غامض في اوضته وكمان اوض ال9 مشاركين التانيين، ولما فتحوا الصندوق لقوا سلاح حاد ورسالة على قطعة ورق جوه الصندوق. تاني يوم مايا كانت ماشية وبعدين فجأة بدأت تصرخ بشكل هستيري. الكل فورا خرجوا من اوضهم اول ما سمعوا مايا، وكلهم اتفاجئوا لما لقوا نيشينو واقع على الارض ميت بعد ما اتضرب اكتر من رصاصة. وفعلا ال9 مشاركين التانيين ادركوا انهم مشاركين في لعبة خطيرة وقاتلة. يوكي كان مرعوب جدا وبدأ يجري على الباب ويتوسل لصاحب اللعبة من كاميرا المراقبة انه يخليه يخرج من المكان ده، لكن الباب فضل مقفول والكل كانوا محبوسين جوه. مستر اندو كان بيحاول انه يفضل متزن بعد الحادثه المرعبه دي، وبعدين اقترح ان الكل يشوفوا ايه اللي موجود في الصندوق اللي في اوضه نيشينو، وهناك لقوا كبسوله معضوده جواها سم. بعد ما حققوا في اوضه نيشينو كل المشاركين مشوا ورا الروبوت اللي كان شايل جثه نيشينو لمكان معين، وبعدين لقوا ان جثه نيشينو بتتحط في نعش، ولقوا 8 نعوش ثانيين، ومن هنا الكل بقى مقتنعين انهم في لعبه مميته. بعد كده سمعوا من خلال المايك انه حان الوقت انهم يحلوا قضية قتل نيشينو ويعرفوا مين اللي قتله، وكمان الصوت وعدهم انهم هياخدوا ضعف المبلغ اللي كانوا هياخدوه لو حلوا القضية بشكل صحيح. طبعا لما سمعوا العرض المغري ده الكل كانوا مهتمين، واوساكو انتهز الفرصة علشان يكون محقق لأول مرة. اوساكو اتهم ايواي ان هو اللي قتل نيشينو لانه كان سمع نيشينو بيقول لايواي انه متهم في جريمة قتل حصلت في شارع وياما وكان مطلوب من الشرطة، وكمان صور اتنشرت في الجرايد. لكن يوكي تدخل في اتهام اوساكو وكان معترض انه يتهم ايواي بدون دليل. يوكي اقترح
الفرح ان كل المشاركين يطلعوا الاسلحه اللي معاهم في الصندوق علشان يعرفوا اذا كان اي حد منهم معاه السلاح اللي تم استخدامه في قتل نيشينو. طبعا الكل رفض اقتراح يوكي لانهم كانوا خايفين من القاتل اللي ممكن يحاول يهاجمهم هم كمان. ومن هنا اوساكو اقترح انهم يعملوا تصويت، وفعلا اربعه وافقوا على قرار اوساكو بانهم يتهموا اواي بالقتل، وثلاثه تانيين رفضوا. لما شوكو كانت على وشك انها تقول رايها تراجعت في الاخر. بعد كده دخل الروبوت واخد ايواي معاه، وبعدين صعقوا بالكهرباء وحطوا في السجن. كل المشاركين التانيين رجعوا على اوضهم، اما يوكي فبدا يبص على السلاح اللي في الصندوق وكان فيه مسدس جواه، ومن هنا بدا يحس بالرعب وكان متفاجئ لان السلاح اللي كان جوه الصندوق قبل كده ما كانش مسدس، وده طبعا لان ابواب اوضهم مش مقفوله بالمفتاح وبالتالي ممكن يكون اي حد مشكوك فيه. بعد كده المشاركين بداوا يشوفوا الاسلحه في اوضه ايواي، لكن لقيوا ان الصندوق فاضي. ومن هنا اوساكو افترض ان القاتل لسه موجود بينهم وهيحاول يوقع بين المشاركين وبعض. بعد كده الكل راح على اوضهم علشان يناموا، لكن يوكي بدا يعد الطلقات اللي موجوده في المسدس واكتشف ان المسدس ما استخدمش، وده معناه ان نيشينو ما اتقتلش بالمسدس ده. ومن هنا يوكي حس بالارتياح. في نفس الوقت فوتشي اللي تسللت بره الاوضه علشان تاخد كتاب من الصاله اتضربت بالنار في دماغها. ثالث يوم المشاركين لقوا فوتشي وقع على الارض، وفورا راحوا علشان يشوفوا الصندوق بتاعها اللي كان برضه فاضي زي صندوق ايواي، وكان ان الناس قاعدين يموتوا واحد ورا التاني. ومن هنا بدات تحس بالرعب وقعدت تصرخ بشكل هستيري وجريت على الباب وبدات تتوسل لهم انهم يخرجوها من اللعبه المميته دي. الجو بدا يكون مربك جدا والمشاركين بداوا يتهموا بعضهم لحد ما مستر اندو وقفهم عند حدهم. اوساكو بدا يشك في مستر اندو وبدا يسال هو ليه مشارك في اللعبه المميته دي اصلا. ومن هنا مستر اندو قال له ان ابنه كان مشارك في اللعبه دي من 6 شهور ومات فيها، ومن ساعتها وهو بيحاول يدخل اللعبه دي علشان يشوف ايه اللي حصل فعلا. بالليل مستر اندو راح يوكي في اوضته واقترح عليه يراقبوا المكان علشان يتجنبوا المزيد من الجرائم. اندي كان بيراقب حركه الروبوت واكتشف انه بيمشي في اتجاه عقارب الساعه، وبالتالي ممكن يتجنبوا مراقبه الروبوت بانهم يمشوا عكس عقارب الساعه. وفعلا يوكي والمشاركين التانيين وافقوا على اقتراح مستر اندو. بعد ما كل المشاركين وافقوا على الاقتراح بدات اول ورديه ليوكي وشوكو علشان يراقبوا المكان، واثناء الورديه الروبوت فجاه لف ناحيتهم. الاثنين حسوا بخوف وفورا استخبوا من الروبوت. في نفس الوقت وكان اللي المفروض تكون في الورديه اللي بعدها مع مايا بدل يوكي وشوكو كانت مع اوساكو في نعش من النعوش، لكنها قررت تمشي. الغريب ان بعد ما وكانا مشيت السقف في الاوضه بدا يتحرك ببطء لتحت، وبعدين وقع بسرعه وموت اوساكو. تاني يوم اللي هو اليوم الرابع المشاركين كانوا بالفعل عرفوا سبب موت اوساكو، وبعدين بداوا يحاولوا يلاقوا مكان الزرار اللي ممكن يحرك سقف الاوضه، لكن ما لقيوش اي زراير. وكانا بعد موت خطيبها كانت بتعيط بشكل هستيري وبدات تلعن القاتل. سقف الاوضه بدا يتحرك مره تانية، وعلشان كده المشاركين كلهم خرجوا من المكان. لكن وهم بره مستر اندو يوكي شافوا مايكي بيلعب في ريموت، ومن هنا اتهموه ان هو القاتل. ومن هنا طلع يجري وجاب السلاح بتاعه وبدا يحاول يقول لهم ان هو مش القاتل، لكن بسبب اصرارهم مايكي بدا يضرب سهام على مستر اندو والمشاركين التانيين. لكن وكانا اللي كانت مكتئبه بسبب موت خطيبها جريت على اوضه مايكي وضربته بفاس وبعدين انتحرت. بعد موت مايكي بدا المشاركين يبصوا على السلاح اللي موجود في الصندوق اللي في اوضته، وفعلا السلاح كان قوس ونشاب، وده معناه ان في اتنين قتله في اللعبه مش واحد بس. بعد الحادثتين اللي حصلوا المشاركين بدأوا يحاولوا يهدوا نفسهم، لكن أثناء ما كانت مايا بتقدم الشاي للمشاركين يوكي لاحظ إن في ندبة على معصمها. وبعد ما المشاركين رجعوا أوضهم يوكي راح لمايا في أوضتها وسألها عن الندبة اللي في معصمها، ومن هنا مايا حكت له إنها من طفولتها وهي علاقتها بأسرتها مش كويسة، وده خلاها عايزة تنتحر أكتر من مرة. لكن بعد ما بقى عندها ابن كانت حاسة إن حياتها بقت أسعد، ومن هنا كانت مصممة إنها تخرج من اللعبة المميتة دي بأي تمن علشان ترجع لابنها مرة تانية. لما يوكي سمع الكلام ده استنتج إن أكيد هي اللي قتلت فوتشي، لكن يوكي فجأة وقع على الأرض بعد ما مايا حطت له سم بيرخي العضلات في الشاي بتاعه. السم ده مايا لقيته في الصندوق اللي في أوضة فوتشي. بعد كده اعترفت إنها قتلت فوتشي لأنها كانت بتفكرها بمديرة المدرسة اللي أساءت معاملة الطلاب. بعد كده مايا حاولت تقتل يوكي، لكن يوكي نجح إنه ينقذ نفسه وهرب من الأوضة. الروبوت كان بيراقب المكان وأمر المشاركين إنهم يرجعوا أوضهم لأن الساعة قربت على 10، لكن لأن يوكي بالفعل عرف طريقة تحرك الروبوت نجح إنه يتجنب مراقبة الروبوت ويستخبى. لكن مايا اللي ما كانتش مهتمه بالموضوع حصلت على عقوبه من الروبوت لانها كسرت القواعد، وبكده الروبوت ضرب نار على مايا لحد ما ماتت. لما يوكي شاف الكلام ده اكتشف ان نيشينو مات بسبب خرقه للقاعده الاولى، وعلشان كده الروبوت ضرب عليه نار. يوكي توقع ان نيشينو قتل نفسه بانه يشرب سم علشان يكون ضحيه ويكسب فلوس هتروح بعد كده لعيلته. ومن هنا بداوا يسمعوا في المايك المدح لافتراض يوكي لانه نجح في استنتاج سبب موت نيشينو، ومن هنا فاز بفلوس زياده. لكن يوكي ما كانش مهتم بالموضوع ده وطلب من مستر اندو
وشوكو انهم يطلعوا الاسلحه بتاعتهم. يوكي في الاول طلع السلاح بتاعه اللي كان مسدس فيه رصاصات ما استخدمش منها ولا واحده، وسلاح مستر اندو كان كسر للجليد، لكن شوكو كانت لسه رافضه تطلع السلاح بتاعها. في اليوم السادس يوكي شاف مستر اندو شايل السلاح بتاعه، واكتشف ان الشاشه اللي عليها ارقام دي عباره عن عدد الناس اللي بتتفرج عليهم في اللعبه. يوكي ومستر اندو وشوكو قضوا اليوم السادس من غير ما حد يتقتل. تاني يوم في اليوم السابع يوكي لقى ان السلاح وكسر الجليد اختفوا، ومن هنا بدا يدور على الكل، وبعدين لقي ان المكان اللي كان فيه واي اتكسر وواي اختفى. اتضح ان كان في كاميرا مراقبه جوه اوضه، وهناك كان في حد بيراقب تحركاتهم. لما يوكي راح على الاوضه اللي فيها مستر اندو لقاه واقع فاقد للوعي ومليان دم، وفورا واي ظهر وبدا يخنق يوكي. بعد كده واي اعترف ان هو القاتل اللي قتل اوساكو، وده بعد ما شاف اوساكو وكان على الكاميرا في اوضه المراقبه. واي هو اللي وقع سقف الاوضه باستخدام الريموت، وبعدين رماه وماكي لقاه بالصدفه. يوكي كمان اكتشف ان توقع نيشينو اوساكو عن ان واي قتل هربان من قضيه شارع اوياما كان حقيقي فعلا. يوكي حاول يهرب لاوضه الاكل، لكن واي خبطه وحاول يقتله، لكن ظهرت شوكو وحطت سلاح على راس واي وهددته انها هتضربه بالنار. يوكي فورا افتكرت ان مستر اندو غير الرصاص اللي في السلاح برصاص قابل للانفجار، وبعدين حاول يمنع شوكو من انها تضربه بالنار. واي استغل الموقف واخد السلاح من شوكو علشان يضرب على شوكو ويوكي، لكن السلاح انفجر وقتل واي، وبكده يوكي وشوكو نجوا بحياتهم. بعد كده التمثال الصغير قال ان يوكي اخد بونز، لكن يوكي كان متضايق جدا ودمر التمثال، مع ان التمثال اتدمر لكن كان لسه بيتكلم، وقال ان اللعبه خلصت وباب المكان فتح لوحده. بعد كده شوكو ويوكي خرجوا من المكان ورجعوا المكان اللي كان الكل اتجمعوا فيه لاول مره. بعد كده يوكي قابل واحد من منظمين اللعبه، والراجل ده اداله شنطه فيها 129 مليون ين، لكن ما اداش حاجه لشوكو. وهنا بنكتشف ان شوكو كانت بتشتغل مع صاحب اللعبه، وكانت مسؤوله عن انها تخلي اللعبه مثيره للاهتمام علشان يزودوا عدد المشاهدين. شوكو كمان اعترفت انها هي اللي فتحت باب المكان اللي كان واي محبوس فيه، وكمان اتضح ان شوكو حطت سلاح جوه الصندوق في اوضه يوكي. بعد ما شوكو قالت كل ده مشيت، لكن يوكي مشي وراها وسالها ليه ورطتي نفسك في اللعبه المميته دي. شوكو قالت ان المشاهدين بيحبوا يتفرجوا على الجبنة لما يتحبسوا في لعبه مميته، لكن لما يوكي سالها ليه كانت بتساعده شوكو فضلت ساكته وركبت العربيه. بيخلص الفيلم واحنا بنشوف ان مستر اندو لسه عايش، لكن مثل انه ميت علشان يفضل عايش لحد نهايه اللعبه ويخرج منها عايش. يوكي ومستر اندو مشيوا من المكان، وبنشوف يوكي بيرمي شنطه الفلوس بعيد، وبيخلص الفيلم على كده. في النهايه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات علشان لسه عندنا ملخصات ناريه هتنزل. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.